شيخ أين نداؤك المتردد العذب الندي قد كنت في ثغر الثبات نشيدة المتنهد وكسرت من حلل الصحاح منابرا للمهتدي وبنيت أعظم قدوة للمؤمن المتزهد أقبلت في بيد الظلام فكنت خير مجدد أحييت سنة مصطفاها باللسان وباليد ومضيت سيفا مشهرا ما لي وسيف مغمد كم ليلة أحييتها بعزيمة المتهجد فتهللت مهج الصحاح مع العيون السهد سابقت بالهمم الكواكب في جفاء المرقد ولحقت بالسلب الأوائل في رضا وتزهد الله أكبر يا حياة في رحاب المسجد بين الرواية والدراية والكتاب المسند ولربما فاق الفتى بالرأي ألف مهند فلكم أباد بحجة من مالق أو معتد ولكم أنار بهديه من جاهل متمرد ولكم أضاء ببلسم الآيات طرف الأرمد وكم استفاق على نداء البر من قلب صد فلسوف تبكيك المنابر والمشاهد في غد فاذهب إلى رب العباد إلى نعيم أرض والحق برب السائرين إلى الرحاب الأبعد وانعم بصحبة من نصرت هداه يوم الموعد يا أمتي لا تيأسي تلكم بوادر موعد ما هذه الزفرات إلا دعوة للمنجد وابكي عليه ومجدي ذكر الحبيب وخلدي واستلهمي من نفحه المعطار درب السؤدد واستلهمي من نفحه المعطار درب السؤدد واستلهمي من نفحه المعطار درب السؤدد واستلهمي شيخ أين نداؤك المتردد العذب الندي قد كنت في ثغر الثبات نشيدة المتنهد وكسرت من حلل الصحاح منابرا للمهتد وبنيت أعظم قدوة للمؤمن المتزهد أقبلت في بيد الظلام فكنت خير مجدد أحييت سنة مصطفاها باللسان وباليد ومضيت سيفا مشهرا ما لي وسيف مغمد كم ليلة أحييتها بعزيمة المتهجد فتهللت مهج الصحاح مع العيون السهد سابقت بالهمم الكواكب في جفاء المرقد ولحقت بالسلب الأوائل في رضا وتزهد الله أكبر يا حياة في رحاب المسجد بين الرواية والدراية والكتاب المسند ولربما فاق الفتى بالرأي ألف مهند فلكم أباد بحجة من مالق أو معتد ولكم أنار بهديه من جاهل متمرد ولكم أضاء ببلسم الآيات طرف الأرمد وكم استفاق على نداء البر من قلب صد فلسوف تبكيك المنابر والمشاهد في غد فاذهب إلى رب العباد إلى نعيم أرض والحق برب السائرين إلى الرحاب الأبعد.
وانعم بصحبة من نصرت هداه يوم الموعد. يا أمتي لا تيأسي، تلكم بوادر موعدي، ما هذه الزفرات إلا دعوة للمنجد. وابكي عليه ومجدي ذكر الحبيب وخلدي، واستلهمي من نفحه المعطار درب السؤدد، واستلهمي من نفحه المعطار درب السؤدد، واستلهمي من نفحه المعطار درب السؤدد، واستلهمي. يا شيخ أين نداؤك المتردد العذب الندي، قد كنت في ثغر الثبات نشيدة المتنهد، وكسرت من حلد الصحاح منابرا للمهتدي، وبنيت أعظم قدوة للمؤمن المتزهد، أقبلت في بيد الظلام فكنت خير مجدد، أحييت سنة مصطفاها باللسان وباليد، ومضيت سيفا مشهرا مالي وسيف مغمد، كم ليلة أحييتها بعزيمة المتهجد. فتهللت مهج الصحاح مع العيون السهد، سابقت بالهمم الكواكب في جفاء المرقد، ولحقت بالسلب الأوائل في رضا وتزهد. الله أكبر يا حياة في رحاب المسجد، بين الرواية والدراية والكتاب المسند، ولربما فاق الفتى بالرأي ألف مهند، فلكم أباد بحجة من مالق أو معتد، ولكم أنار بهديه من جاهل متمرد، ولكم أضاء ببلسم الآيات طرف الأرمد، وكم استفاق على نداء البر من قلب صد، فلسوف تبكيك المنابر والمشاهد في غد. فاذهب إلى رب العباد إلى نعيم أرض، والحق برب السائرين إلى الرحاب الأبعد. وانعم بصحبة من نصرت هداه يوم الموعد. يا أمتي لا تيأسي، تلكم بوادر موعدي، ما هذه الزفرات إلا دعوة للمنجد، وابكي عليه ومجدي ذكر الحبيب وخلدي، واستلهمي من نفحه المعطار درب السؤدد، واستلهمي من نفحه المعطار درب السؤدد، واستلهمي من نفحه المعطار درب السؤدد، واستلهمي.